هنعمل النهاردة كيكة المانجا أو كيكة بالمانجا. هنحضرها بطريقة بسيطة جدا وسهلة. هنعملها من 3 طبقات. أول طبقة هتكون كيكة سفنجية هشة ولذيذة وخفيفة جدا، كمان طريقتها سهلة خالص ككيكة سفنجية يعني. والطبقة التانية هتكون كريمة أو كريم شانتيه خفيف خالص. والطبقة الأخيرة من فوق هتكون قطعة مانجا، مش هنضيف لها أي حاجة، يعني نحط قطعة مانجا كده وخلاص عشان ما تكونش سكرها زيادة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه عشان نبدا بالكيكه هنستخدم 3 بيضات وفانيليا وكوبايه سكر. هنحطهم الثلاثه على بعض وهنضربهم بالمضرب اللي بالكهرباء افضل يعني، علشان نخليها هشه وخفيفه، لان لو ضربناها بالمضرب العادي هتحتاج ضرب كتير يعني. انا هضرب بالمضرب اللي بالكهرباء علشان انا عايزه لونها يفتح بالشكل ده كده، ويعني مش هنفضل نضرب في الثلاثه دول مع بعض لحد ما لون الكيكه نفسه يفتح جدا، كل ما يفتحها اكتر هتكون كده افضل. بعد كده هزود معلقه خل، هحط كمان 1/2 كوباية مية، مش هحط لبن خالص فيها ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لان انا هعملها سفنجيه. هضرب بالمضرب بالكهرباء كده يعني ايه لحظه بس كده، وبعد كده هحط 1/4 كوباية دقيق ومعلقه بيكنج باودر واحده، وبعد كده بس يا دوب هقلب المكونات مع بعض، يعني هضربهم ضربتين بس لحد لما الدقيق يندمج مع المكونات. وبعد كده بقى هجيب الصينيه بتاعتي، انا عاملاها في صينيه كبيره عشان انا هعمل كيكه مانجا، مش هحشيها يعني، انا هعمل طبقه ما تكونش تخينه قوي علشان انا مش هقسمها من النص ولا حاجه. هقلب الكيكه واحاول اخرج الهواء منها، وبعد كده ادخلها فرن يكون متسخن على درجه حراره 180، هي تقعد رينج نص ساعه او اقل كمان. دخلتها الفرن، وبعد كده يعني هعمل الكريمه بتاعتها اللي هو الكريم شانتيه. جبت كيسين كريم شانتيه من الجاهزين، ممكن نعمل كريم شانتيه خام برضو ونزود عليه شويه سكر. وبعد كده هحط عليه كوبايه لبن او ميه متلجه، وغالبا مش هحتاج اكتر من كده، انا عايزه الكريمه تكون ماسكه نفسها شويه. طبعا هفضل اضرب كتير كتير لحد لما الكريمه تعمل فوم كده وتبقى بلسوم كده كده تمام. هحطها في التلاجة، وبعد كده بقى هجيب قطع مانجا وهقطعها قطع بس، مش هضيف لها اي حاجة خالص، ولا سكر ولا هعملها عصير ولا اي حاجة. الكيكة خرجت من الفرن، مجرد ما تخرج من الفرن هسيبها تهدى بس يعني يدوب كده ربع ساعة، وبعدين هخرمها بالشوكة، وبعد كده هسقيها كوباية لبن تكون ساقعة، يعني انا عايزاها تتسقع كتير علشان يعني هي يعني اصول الكيكه دي بتكون مسقيه لبن عشان تكون طريه قوي. بعد كده لما تكون هدت شويه وبردت، طبعا اللبن الساقع اصلا هيبردها، هحط عليها بقى الكريم شانتيه، اي طبقه كريم شانتيه يعني انا مزودها شويه، انتوا ممكن تقللوا عن كده يعني زي ما انتوا عايزين تحطوا الكريمه حطوها. بعد كده قطع المانجا هحطها على الوش بنفس الشكل ده كده، هوزعها كده برضو، ممكن تحط قطع اكتر ممكن تحط اقل. في ناس كتير جدا بتحط عليها جيلي مانجا من فوق عشان يديها لمعه ويديها طعم، بس بصراحه انا مش بحب طعم جيلي المانجا خالص، هي كده خفيفه ولذيذه وسكرها بسيط خالص، طعمها حلو جدا جدا ومنعشه ولذيذه ومغذيه خالص، عايزاكم تجربوها بنفس الطريقه ديت وتقولوا لي رايكم فيها ايه.